نفس الجمعية المستوطنة التي تريد الاستيلاء على المنازل في حي الشيخ جراح، نفسها التي تطالب الأهالي في بلدة سلوان بإخلاء منازلهم، نفس المستوطن، ولكن اختلفت أسماء الأحياء إلا أن القضية والمعاناة والاحتلال هو واحد. هم دفعونا دفشونا لهذه النقطة، ما بدهمش إن نوقف قدام المحكمة ونحكي إيش في عنا، بدهمش حتى يشوف إيش هم بيعملوا. هذا احتلال جائر. أنا عندي 25 نفر في البيت، وين بدهم يروحوا؟